انت شو تريدون بابا؟ ها اقطع التصوير، اقطع ابن عمي، اقطع التصوير من رخصتك. ايش تردون؟ ها صحيح العالي وحدكم بالبيت ما حد يطلع. يلا طب انت بابا علي بس كان ياخذ من رخصتك. انا رحمه الله وحدك. تعال منو وين؟ أمه مرة كبيرة طاعنة بالسن عمرها 80-75 سنة، يضربها ويهينها في سبيل تطلع الجدي بالشوارع تفتر. بهذا البرد هي قاعدة بباب البنزينخانة مثل ما قالوا المنطقة، وأيضا حتى قالوا أحفادها قاعدة في باب البنزينخانة، وقاعدة مثلا بالسوق تلم لها القاسم الله ويرجع ياخذهن ويروح، ولا أكل ولا شرب، لا يجيب لهم أكل ولا يأكلون داخل البيت ولا أبد. الصبح يطلعون كلهم يقفلون البيت ويرجع بس هو ينام، يتانيهم لحد ما يحلون، يتانيهم لحد ما يحلون، لحد ما يجون كل من جايب له مبلغ معين، وبالتالي نفس الحالة ينكتلون وينامون. شنو العذاب هذا؟ بس لو كان اكو قانون فعلا، اكو قانون انه يجرم هيك اباء، لان مو كل الاباء هم صالحين، مو كل الاباء هم فعلا عندهم هذه الكلمة، كلمة اب كبيرة لكل قاعدة شواذ، مو كل الاباء هم طيبين وصالحين. لهذا السبب على شنو وجد القانون؟ ليش القانون موجود سائد بكل بلدان العالم؟ شنو سبب وجود القانون؟ خب خلونا بدون قانون وكنا نعيش هيك، اذا عدنا هيك فراح تكون فوضى. بس من يكون اكو هناك قانون، القانون انه هو يحتم على الشخص انه يتصرف بطريق صحيح، ما بي تجاوزات، ما بي اعتداءات، ما بي انتهاكات، ما بي قتل، ما بي جرام، ما بي كل شيء، فاكيد انه راح يسلم. ولكن انه شخص يرتكب اي جريمه معينه فبالتاكيد راح يكون مصيره وين؟ راح يكون مصيره سجن، حتى ياخذ استحقاقه وياخذ عداله، ياخذ الاستحقاق الصحيح وياخذ الاجراء الحقيقي والعداله الحقيقيه. هذا اب معذب اولاده نايمين بالشوارع، مبهذلهم، اخر شيء انه التسجيلات الصوتيه، بالتسجيل الصوتي يقول يجون كل واحد ضربه طلقه براسه وذبه. بنفس الوقت انه هو خال عنده امه اسيره في داخل البيت، أسيرة أنه يكتر بيها وفي سبيل أنه تروح الجدي، والمنطقة كلها تخاف منه. من يكون حتى المنطقة تخاف منه؟ كل منطقة حتى اللي أنا أخذت منهم الأطفال كانوا يرشفون منه ويخافون منه. بالأخير توصلوا بيها حتى يأخذون الأطفال مرة ثانية، لأن يقول شيخ خلصنا منه، هذا خاف يسوي لنا كذا يسوي لنا كذا. من يكون هو؟ هو من يكون؟ هذا جانب إنساني أنت اللي قمت به، بالعكس قمت بجانب إنساني، أنقذت أطفال، أنت كنت حلقة وصل، انه وصلت لي رساله، وصلت لي مناشدتهم، وبالتالي ما تاخرنا عليك. مباشره جينا اخذناهم والحمد لله والشكر مثل ما تشوفوهم، باذن الله راح يعيشون هنا معززين مكرمين، ماكو اي مشكله. كل اللي نريده منهم ان هم يكونون ناس او اناس صالحين بالمجتمع، كل اللي نريده منهم انه يحسون بطفولتهم البريئه، هذه طفل بعد صغير بريء، انه انت جبره على الاذيه والدمار ويطلع لازم يشتغل. ليش؟ وين الرحمة وين الإنسانية؟ يا ريت لو أنت محتاج تأخذ منها تروح تشرب بين، تروح ماذا تسوي سوالف مكسرة على حساب هاي الأطفال البريئة. سأل الله سبحانه وتعالى أنه يحفظكم. بس للأسف كم مثل عندنا يقول الله ينطي جوز اللي ما عنده سنون. لهذا السبب هوايك وناس يتمنون تكون عندهم ذرية ودفعوا ملايين حتى يكون عندهم أطفال، وأكو آباء مثل هذا الأب اللي معذب أطفاله ومعذب أمه بنفس الوقت. هواي أكو هيجي نماذج، هواي أكو هيجي ناس. إن شاء الله يا ربي يكون أكو هنالك قانون فعلا صارم، وفعلا حقيقة الآن وزارة الداخلية عملها مشكور، جاي تعمل بصورة صحيحة. القضاء كذلك أنه عمله مشكور، جاي يسعى طبعا بصورة صحيحة لإنقاذ الأطفال، لإنقاذ العنف الأسري واسترجاع حقوق الأسرة والطفل. إن شاء الله يا رب أنه يكون هناك قانون صارم، لأن يقول لك أنه من أمل العقاب أساء الأدب.